المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. نعيش وإياكم في هذه الليلة المباركة مع حفاظ كتاب الله عز وجل في فئة المصحف. سبحان ربي يسر القرآن للذاكرين وزادهم إيمانا، طوبى لمن بالذكر زكى نفسه والذكر أورث قلبه اطمئنانا. سبحان ربي بارك القرآن وقد اصطفى من أجله العدنان، هذا مقام فيه ذكر المصطفى يحلو ويبلغ بالنفوس عنانا. أحييكم في بداية هذه الحلقة التي تحمل عنوان الصدقة والعطاء، وفي مستهلها أرحب بداية بلجنة التحكيم، بداية بالشيخ بسام عبد الملك رئيس اللجنة. شيخ دكتور، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وكذلك نرحب بالشيخ الدكتور حمود مهيوب عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وبجميع السادة المستمعين. أهلا ومرحبا. كما نرحب أيضا بالشيخ الدكتور أشرف سالم عضو اللجنة، أهلا ومرحبا. وأرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة. يتفضل المتسابق الأول على يميني بالتعريف باسمه. الاسم سليمان عبد القوي عبد الجليل القاضي، درست في مركز معاذ القرآني النموذجي التابع لجمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك سليمان، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. يتفضل المتسابق الآخر بالتعريف باسمه. الاسم عبد الرحمن خالد الشاذلي، أدرس في مركز الخير بمحافظة حضرموت التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأحفظ القرآن كاملا وسأسابق فيه. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. المشاهدون الأكارم، العاقل هو من ينافس في حب الخير وفي التصدق على المحتاجين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول الله. على بركة الله نبدأ الجولة الأولى ومع لجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالمتسابقين في فئة المصحف كاملا، وليتفضل الشيخ الدكتور حمود مهيوب ليلقي السؤال الأول على المتسابقين. أهلا وسهلا بكما. أولا سليمان عبد القوي، اقرأ لنا من قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم
يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين أحسنت بارك الله فيك يا سليمان. الآن يتوجه السؤال إلى عبد الرحمن خالد، اقرأ لنا من قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله في الجميع. المشاهدون الأكارم، إن التصدق إسعاد لمن حرموا، أهل السخاء إذا ما احتجتهم بانوا. يا منفقا خلفا أعطيت منزلة، يا ممسكا تلفا تلقى وخسران. لا تخذلن لآت راد مسألة، جل الذي ساقه كافاك إحسان. نبقى وإياكم مع فقرة مفهوم قرآني التي تتحدث عن الصدقة
والعطاء، فإلى الفقرة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في رحاب القرآن الكريم. الصدقة من أفضل الأعمال التي تقرب العبد من ربه عز وجل، وأبلغ ما ورد في أمر الصدقة حديث يعني العلماء عندما أرادوا يفسرونه اختلفت تفسيراتهم لهذا الحديث، لأنه حديث جليل وعظيم وهو حديث قدسي. قال الله عز وجل: استطعمني عبدي فاستطعمت عبدي فلم يطعمني، واستكسوت عبدي فلم يكسوني، واستسقيته فلم يسقني. فقالوا: يا رسول الله، كيف يسقي الله عز وجل العبد ربه أو يطعمه أو يكسوه؟ قال الله عز وجل: طلبك عبدي الكساء فلم تكسوه، وطلبك الطعام فلم تطعمه، وطلبك الشراب فلم تعطيه. إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل صور أن من يعطي هذا المسكين طعاما أو شرابا أو كسوة كأنه لا يعطي هذا المسكين بل يعطيه الله عز وجل. وتعالى الله عن الكساء أو عن الطعام عن الشراب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن في لغة العرب من البلاغة والفصاحة التي كانوا يمتازون بها أن الله عز وجل ضخم أمر الصدقة وكبره حتى جعل هؤلاء الفقراء والمساكين كأنك تعطي الله عز وجل ولا تعطيهم هم. نحن في هذا الشهر كثير من المحسنين والتجار يعمل توقيت، هذا التوقيت أن يخرج زكاته على رمضان. طيب، ليس واجبا أن تخرج الزكاة على رمضان، لكن هناك مجال للزكاة ومجال للصدقات في إعطاء الفقراء والمساكين. واعتقد أن الفقير أو المسكين باب من أبواب الجنة، والناس يتقالون الصدقة ويقول: أنا إيش بتعمل لي 100 ريال أو 1000 ريال؟ تعمل كثير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق النار ولو بشق تمرة، تمرة مش كاملة، تقسمها نصفين، نصفها تأكله ونصفها تعطيه المسكين، وربما هذا النصف من التمرة البسيطة الشيء الهين يكون حجابا لك من النار. فضل الصدقة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فيما يزيد على 280 آية ولا حديث لا حصر لها ويتكلم عن الصدقة. ونحن في اليمن مجتمع تراحمي، هذا المجتمع التراحمي يتصدق الفقير على الفقير، مش بس الغني على الغني، ربما الواحد يتقاسم مع جاره أو مع قريبه من الرحم أو من النسب كسرة الخبز لما يوجد من الناس من التراحم والتكافل الاجتماعي. لكن أجر الصدقة ميزتها في رمضان أنها تتضاعف أجورها كما تتضاعف بقية الأجور في رمضان كالصلاة وغيرها. وربما أن السبب في ذلك أنه تجتمع فضيلتان: فضيلة الزمان وفضيلة البذل والعطاء. ثم أن هذا العطاء يتدرج فيكون مطلوب الصدقة لجميع المسلمين، لكنه يكون أكثر توكيدا وأجرا عندما يكون في الأقارب والأرحام. لحديث زوجة عبد الله بن مسعود عندما كان عندها مال فقال: هي فيه صدقة وأجر، القرب والنسب له درجة من الفضيلة والصدقة لها الدرجة الأخرى. هذا العمل العظيم الذي تقوم به كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية التي تبذل المال تحتاج منا اليوم إلى تحريك أكبر في توسيع دائرة الصدقة، لا سيما واليمن يمر بهذه الظروف العصيبة والمعيشية الصعبة. أن يكون من كان يتصدق بمليون ريال، أنا لا أتكلم عن الزكاة سنتكلم عنها في حلقة مفردة، من كان يتصدق بصدقة عامة مليون ريال في الأعوام الماضية اليوم عليه أن يضاعف هذا المبلغ ضعف لما يتضاعف على الناس من ظروف حرجة وصعبة في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع الصدقات، وأن يرزقنا وإياكم التراحم
إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد. المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أن تابعنا الجولة الأولى من سباق هذه الليلة، ننتقل الآن إلى الجولة الثانية التي تتحدث أيضا عن الصدقة والعطاء من خلال الآيات التي سوف تتلى في هذه الجولة الثانية من هذه الليلة المباركة. إلى لجنة التحكيم مرة أخرى لطرح السؤال الثاني على المتسابقين. نرحب بالمتسابقين وبالمشاهدين جميعا، ولتفضل الدكتور أشرف سالم بإلقاء السؤال الثاني على المتسابقين. نجدد الترحيب بالمتسابقين سليمان وعبد الرحمن، وأنا أود من المتسابق سليمان عبد القوي أن يسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أحسنت وبارك الله فيك. المتسابق عبد الرحمن خالد الشاذلي، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله
فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله في الجميع، بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة. المشاهدون الأكارم، نذهب وإياكم إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا. أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رتل وأحسن صحبة الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، معا لخدمة كتاب الله. المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الصدقة من أفضل الأعمال، وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه ويقينه بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. صدق الله العظيم. فالمال ميال بالقلوب وحاجب لها عن رؤية ما ينتظر العبد من جزاء، وحاجب لها عن رؤية ما لله تعالى من نعم ومنن تستوجب الشكر لله عز وجل. المشاهدون الأكارم، وحتى أيضا نعطي فرصة أكثر للجنة التحكيم لإعلان النتيجة النهائية للمتسابقين، نتابع وإياكم استراحة هذه الحلقة ومع الإنشودة التي تتحدث عن الصدقة والعطاء. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. يا منفق
ما لك في الخير. نعم الدرب ونعم السير. من يسعى لسعادة الغير، من يسعى لسعادة الغير، يسعده الله المتعالى. الله 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 يسعده الله المتعالى. ويلي بتحب الإنفاق للجنة أنت السباق، ويلي بتحب الإنفاق للجنة أنت السباق. الجود سنام الأخلاق، والجود سنام الأخلاق، والصدقة بتزيد المال، المال المال المال، والصدقة بتزيد المال. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. من يسعى لسعادة الغير، من يسعى لسعادة الغير، يسعده الله المتعالى. الله 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 يسعده الله المتعال. تعطي والمولى يعطيك، ويزيدك منه ويحميك. تعطي والمولى يعطيك، ويزيدك منه ويحميك. جود الله يبارك فيك، جود الله يبارك فيك. طهر مالك لا تحتال، لا لا تحتال. طهر مالك لا تحتال. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. من يسعى لسعادة الغير، من يسعى لسعادة الغير، يسعده الله المتعالى. الله 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 يسعده الله المتعالى. أنفق مالك لا تخفيه، دام أنك مستخلف فيه. أنفق مالك لا تخفيه، دام أنك مستخلف فيه. ولو شفت المحتاج أعطيه، لو شفت المحتاج أعطيه. الصدقة خير الأعمال، خير الأعمال. الله الله والصدقة خير الأعمال. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. يا منفق مالك في الخير، نعم الدرب ونعم السير. من يسعى لسعادة الغير، من يسعى لسعادة الغير، يسعده الله المتعالى. الله 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 يسعده الله المتعالى. الله 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 يسعده الله المتعالى. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. رتل وأحسن صحبة. المشاهدون الأكارم، بعد أن كنا وإياكم مع جولتين متتاليتين من سباق هذه الليلة في فئة المصحف بين المتسابق عبد الرحمن والمتسابق سليمان، حان الآن إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة التحكيم في هذه الليلة. فإلى لجنة التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجة لهذا اليوم: المتسابق سليمان عبد القوي
تحصل في الحفظ على 50 درجة وفي التلاوة على 49.8، فيكون مجموع درجاته 99.8. وأما المتسابق عبد الرحمن خالد الشاذلي تحصل في الحفظ على 50 درجة وفي التلاوة أيضا على 50 درجة، فيكون مجموع درجاته 100 درجة. فالفائز بهذه الليلة هو المتسابق عبد الرحمن خالد الشاذلي. والكل أيضا فائز في هذا المضمار المسابقاتي القرآني، ولكن أيضا الذي حصل معنا على المركز الأول في هذه الليلة هو عبد الرحمن خالد الذي حصل على 100 درجة من 100، والحاصل على المركز الثاني سليمان عبد القوي الذي حصل على 99.8 من 100. الآن يتفضل إلى المنصة الدكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتوزيع الجوائز على المتسابقين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك دكتور في هذه الليلة المباركة. والفائز معنا أو الحاصل على المركز الأول هو عبد الرحمن خالد الذي حصل على 100 درجة من 100، والحاصل على المركز الثاني هو سليمان عبد القوي الذي حصل على 99.8 أيضا من 100. يتفضل الآن عبد الرحمن خالد الذي حصل على 100 درجة من 100 وهو الحاصل على المركز الأول لاستلامي جائزته مبلغ وقدره 120,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك عليك عبد الرحمن. تفضل، هذه جائزتك وهذه شهادة المشاركة. ويتفضل الحائز على المركز الثاني سليمان عبد القوي الذي حصل على 99.8 من 10، وكذلك يستحق الجائزة بارك عليك مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد وقدرها 100,000 ريال إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك عليك يا سليمان، والشكر لك يا دكتور عبد الوهاب ومن خلالك لكل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. الشكر أيضا موصول لوزارة الأوقاف والإرشاد الراعي لهذا البرنامج. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. المشاهدين الأكارم، نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه الحلقة. تفضلوا بالبقاء معنا. المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآية تالية القرآن بشرى، فأنت إلى علو وارتقاء إذا رتلت يصغي كل قلب ويشرق كل ثغر بالدعاء. عظيم ما ترتله عظيم
جدير من فؤادك باحتفاء، هو الإخلاص يرفع منك شأنا ويغمس نبض قلبك في النقاء. إلى فقرة تشجيعية من قبل الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم التي أبت إلا أن تكون هناك فقرة تشجيعية لبراعم القرآن الكريم، نتابع وإياكم هذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما زلنا مع براعم القرآن يتحفون بأصواتهم وبتلاواتهم العطرة وأصواتهم الندية، ونترك المجال لولدي البرعم ليعرف بنفسه، تفضل. الاسم عز الدين أحمد صالح حربي، من مركز أبو عبيدة بن الجراح، التابع لجمعية الضياء الخيرية من محافظة مأرب. ما شاء الله يا ولدي عز الدين، أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حسبك، ممتاز ممتاز، ما شاء الله عليك، صوت ندي وتلاوة متقنة. عز الدين أحمد، هناك هدية مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، 50,000 ريال، تفضل لأخذها. ما شاء الله عليك يا ولدي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، الله يحفظك. بارك الله في براعم القرآن الكريم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح دوما. المشاهدون الأكارم، لم يتبقى إلا أن نتابع وإياكم الفقرة الختامية من هذه الحلقة، وهي فقرة سؤال الجمهور. أبت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلا أن يكون لها حضور في الميدان وبين جمهورها في أكثر من محافظة وفي أكثر من منطقة، ونتابع الزملاء في الميدان وسؤال هذه الليلة. شكرا للزملاء في الاستديو، وتحية لكم مشاهدينا الكرام. لازلنا معكم في مديرية بيحان من محافظة شبوة، وسؤالنا لهذه الليلة: من هو الصحابي الجليل الذي جهز جيش العسرة؟ ابقوا معنا لمعرفة الإجابة على هذا السؤال. السلام عليكم. كيف الحال؟ الله عافيك. بنسألك سؤال ديني، يعني مسابقات رمضانية إن شاء الله تجيب، يعني إن شاء الله.
السؤال: من هو الصحابي الذي جهز جيش العسرة؟ اللهم صل وسلم على لا إله إلا الله. جيش العسرة في اختيارات؟ لا، طبيعة البرنامج لا يخضع لاختيارات. جيش العسرة، اللهم صل وسلم. ما انتش عارف من هو؟ والله ما عندي، مش عارف. سؤال: من هو الصحابي الذي جهز جيش العسرة؟ الذي جهز جيش العسرة تقريبا عمر بن الخطاب. للأسف يعني الإجابة خاطئة. الله يوفقك. السلام عليكم. كيف الحال؟ موفقين إن شاء الله. حياك. كيف أنت؟ كيف العمل؟ والله العمل تمام. من هو الصحابي الذي جهز جيش العسرة؟ الصحابي الذي جهز جيش العسرة؟ والله إنما حمزة بن عبد المطلب يمكن. لا للأسف. من هو الصحابي الذي جهز جيش العسرة؟ الصحابي الجليل خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن إجابة موفقة مشاهدينا الكرام، حصلنا عليها هنا من ريف مديرية بيحان في محافظة شبوة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبارك عليك الجائزة. شكرا. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وشكرا للجمهور الذي شارك في الإجابة على هذا السؤال. لم يبقى إلا أن نودعكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي نفس الموعد من برنامج في رحاب القرآن الكريم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.